بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بقى عندنا API عايزين نكلمها، عملناها بالموقع ماكرو وعايزين نكلمها من خلال ريكوستس. وريكوستس احنا عملنا لها انستول بالبي اي بي، خلاص تمام كده. طيب فاحنا جينا للمرحلة ان احنا نبدأ نغير ده، فانا هاجي كده ومقايل او نكلم ده، فانا هاجي هنا اقول له 48. طبعا بالنسبة لترقيم الاكزامبلز انت رقم مالكش دعوة بترقيم، يعني ان انا ممكن يعني كان في لخبطة في الترقيم قدام ورجعت ظبطتها تاني، فانت الامثلة اهم حاجة عندك يعني، وامشي بترقيمك انت مش مشكلة. فانا همسح الكلام ده كله، هاجي اقول له انا عملت امبورت للجيسون وهعمل امبورت كمان للريكوست. تمام، بقى عندي كده الاستخدامين. حلو جدا، هو جاي عامل ايه؟ اول حاجه احنا عرفنا requests.get، وبنديله اول حاجه بنديله اليو ار ال. اليو ار ال كان موجود عندنا هنا اللي هو ده، تمام، او اللي هو ده، ادي الموقع كاملا بالشكل ده اهو، تمام. ما اعرفش الماوس زعلان. على العموم ادي اليو ار ال بتاعنا اهو، اللي هو my.api.mocaro.com على employees.json، تمام كده. مش هي دي بس الحاجه اللي احنا عايزين نبعتها، عندنا اكتر من حاجه محتاجين ان احنا نبعتها. هنعمل كوما وانزل كده، تمام. محتاجين نبعت كمان حاجه اسمها params equal، وهبعت له شويه حاجات تخص البارامز، والبارامز اصلا دي اوبجكت جيسون. ايه البارامز؟ اللي هي الباراميترز او الارجمنتس اللي المفروض ابعتها للسيرفر. انا محتاج ابعت للسيرفر، اهم حاجه عندي لازم ابعت الاي بي اي كي، ده اهم شيء لازم يتبعت على الكلمه كي. هو ايه اللي كده؟ على الكلمه كي، مش عارف ايه، تمام. على كي، فانا محتاج ابعت له ده عشان يقدر يدخلني، لان لو ما بعتش دوت العمليه مش هتتم. فاقول له الكي تمام بيساوي، وهو عامل بيست للايه الكود بتاع اللي هو ايه 29 والاخر. حلو جدا، ده كده بالنسبه لي الكي بتاعي. في حاجه تانية برضو ممكن ابعتها وشهيره، خد كوما، حاجه اسمها الهيدرز تمام. ودي بتبقى معلومات اساسيه احنا ممكن نبعتها للسيرفر عشان يفهم حاجات بسيطه احنا محتاجين ان احنا نفهمها. من اهم الحاجات دي ان احنا بنفهمه ان احنا شغالين جيسون، يعني البيانات بتاعتنا رايحه جايه كلها جيسون، وده بنسميه بنعمل له كونتنت سي كابيتال كونتنت تايب، تمام. وبقول الكونتنت تايب بتيكوال، وبحدد ان انا الابلكيشن بتاعي على جيسون، بكتبها كده ابلكيشن على جيسون، تمام. فبفهمه ان الريكوست والريسبونس كلهم جايين ايه جيسون بالاسلوب البسيط ده، تمام كده. يبقى ببساطه احنا كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا بنحط اليو ار اي بتاعنا، البارامز بتاعتنا اللي احنا عايزينها ده او غيره، لو احنا هنبعت حاجات تانية هنشوف ازاي نبعتها مع بعض. هيدرز تمام، وعرفنا الهيدرز يعني كمعلومه، لو احتجت انت عندك معلومه الهيدرز حاليا مش تبقى اجباريه، لو وصلنا السطر ده مش يعمل مشكله، بس انا محتاج ان افهمه لكم عشان ده في بعض الناس اللي ممكن تكون بتتفرج علينا وعارفه يعني ايه اي بي ايز، هيبقى عايز يعرف يبعت الهيدرز ازاي، عارفه بالتفصيل يعني، او عندها اي بي اي متخصصه هو عاملها وعامل فيها شويه حاجات يعني. لان ده موضوع بتاع الاي بي ايز ده، موضوع ان انت تنشئه كباك اند قصه. على العموم انا محتاج ان انا البيانات اللي هتيجي من الريكوست دي هتتحط هنا جوه حاجه، انا هسميه جوه فاريبل او اوبجكت، انا هسميه امبلويز، ماشي. هو الامبلويز بتساوي هو ادي الريكوست بتاعي، تمام كده. فادي الريكوست اللي موجود، والمفترض ان هو هيريتيرن ليا فاليو، الفاليو ديت هتبقى ايه؟ هتتحط جوه الامبلويز بتاعتنا، ماشي كويس جدا. دلوقتي المفروض ريكوست هيحصل وهيتم وهيتحط جوه الامبلويز الداتا، واحنا مالناش دعوه ما بتدخلش في شيء، تمام كده. طيب انا ممكن اقول له طبعا اللي بيجي ده ريسبونس، على فكره ده الريسبونس، ده الريسبونس اولا واخر. حتى بص لما اجي اقف عليه يقول لي الامبلويز ده نوعه ريسبونس، تمام. يعني لو انا عملت كده وهنا هاجي اقول له برنت الريسبونس ده، طبعا الريسبونس دوت ليه حاجات زي ما اتفقنا،
ليه هيدرز، ليه تكست، تكست اللي هو العرض بتاعه، ليه انكودنج لو احنا عايزين ناكد على الانكودنج بحاجه، ليه لينك، ليه ريزون، ليه ريكوست، ليه ستاتس كود. احنا كنا على ستاتس كود، ليه ار ال، ستاتس كود كنا عليها صح ولا ايه؟ انا قبل ما اجرب الستاتس كود انا هطبع بس التكست، التكست اقول اطبع التكست، ممكن قبليها اعمل برنت كده واقول له الريسبونس تكست، وهو يطبع الريسبونس تكست بتاعتي. وبعد كده هقول له عايز اطبع كمان الستاتس كود، طبعا المفروض الستاتس كود ليه 200 لو الدنيا صح، ستاتس كود تمام. وهنا هقول له بقى ايه ريسبونس دوت ستاتس كود. تعال نجرب كده بقى، عملنا الريكوست بتاعنا ونشوف الريسبونس تكست والستاتس كود. هعمل كليك كمان اقول له رن. زي ما انتم ملاحظين الريسبونس تكست قال لي الاي دي واحد، النيم تيشا، الجوب مش عارف ايه الى اخره، لو تمشي معاه كده الجندر مش عارف ايه، ودخل على رقم 2، النيم مش عارف ايه، الجوب ايه، دخل بعد كده على 3 صح، وهكذا لغايه 10 المفروض 10 اشخاص احنا قايلين له عليهم بالظبط، الليست مكونه من 10. يبقى كده ده الريسبونس بتاعي تمام كده، وده الريسبونس تكست، وادي الريسبونس ستاتس كود، ادي ايه الستاتس كود. طبعا احنا لسه ما استخدمناش الجسم في حاجه ولا فكينا ولا بتاع، بس ده كان اكزامبل بسيط كده على ان احنا ازاي نعمل ريكوست ونستقبل ريسبونس من الاي بي اي بتاعتنا. والسلام عليكم.